الطبعة الثامنة من الصالون الدولي ريفاد الذي يحتضن ما يقارب 78 مشارك في هذه السنة، وهو مخصص خاصة إلى المؤسسات التي تنشط في ميدان الرسكلة والاسترجاع. من المبادئ الأساسية التي نريد ونطمح للولوج إليها هي رقمنة هذا القطاع حتى نتمكن من الإحصاء الدقيق لجميع المستثمرين المتوسطين والصغار وحتى الكبار الذين يمتهنون مثل هكذا مهن. احنا نريسيكل بور 10000 طن انويال، ف 10000 طن سنويا ماتير بنيماتيك. احنا سي ريسيكلاج ميكانيك باسكو كاين 3 تيب دو ريسيكلاج في البنيماتيك. كاين لا كيروجيني تحت الصفر، كاين لانسينيراسيون ضرب المحيط، وكاين ميكانيك. حنايا اون في دو ريسيكلاج ميكانيك تادير بار اليميناسيون، نجيبو البنو نحيولو لو ترانكل نقطعوه دي شيبس ابري يولي سي كوم ان برودوي فين. اليوم شاركنا في معرض ريفاد بمشروع اللي يضم تخصصين اللي يسمى يجمع طلبة في تخصص هندسة مدنية وهندسة طرائق بيئة، اللي هو بروجي دي ميغ تيرميك اي دي ميغ اوميد. والبروجي هذايا رانا في طور الانجاز نتاعو، لحقنا فيه دي ريزولتا مانيفيك، دي ريزولتا نقدروا نابليكيوهم على الواقع. لحقنا ميم سي نديرو ان ريسيكلاج تاع لي ديشي دو فوغي باش نقدروا نخدموا، نديرو ان ريسيكلاج ونقدروا نخدموا نوتيليزيو لي ديشي في حاجه بوزيتيف، بصح ما نقيسوهمش هكاك.